بنحلم لبكرة. أهلا بحضراتكم. تحت شعار أطفال بدون فيروسي، أعلنت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية حملتها عن بدء العلاج لأكثر من طفل بيحمل هذا المرض، وهيبقى طبعا العلاج مجانا، وهتمتد الحملة والعلاج لكل المحافظات، وفي نفس الوقت هتغطي الحملة العمر من 3 سنين ل 18 سنة. قررت اللجنة إنشاء 6 فروع لاستقبال الأطفال في معهد الكبد في القاهرة، مستشفى أبو ريش الجامعي، جامعة عين شمس الأطفال، قسم الأطفال بجامعة المنصورة، معهد الكبد بالمنوفية، وقسم الأطفال بجامعة أسيوط. الدكتور وحيد دوس وهو عميد معهد الكبد قال أنه أي عيلة حست أو اكتشفت أن ابنها عنده هذا المرض أنه بيتوجه فورا لأي فرع من الفروع اللي أنا ذكرتها لحضراتكم، هم يعملوا عليه فحص شامل وهيحددوا إذا كان فعلا هو محتاج العلاج ولا لا، ولو محتاج العلاج هيبتدوا فيه فورا ومجانا. إحنا كاميرا مصر النهاردة راحت وشافت وعملت هذا التقرير، ويا رب كل السادة المشاهدين يكونوا بيتابعوه عشان لو أي حد لا قدر الله أصيب بهذا المرض عارف هيتوجه لفين. تسعة وثمانية من عشرة في المئة من سكان مصر مصابين بفيروس سي، وأكثرهم من هم فوق سن الخمسين، بينما تقل النسبة في الشباب لتصل إلى حوالي 4%. هذا ما أعلنته اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية خلال اجتماعها اليوم. عندنا 9 مليون مواطن مصابين بفيروس سي، قد يكون هناك أعداد أخرى لا نعلم ولا نعرف، لأن كل يوم بنكتشف أن في حالات جديدة بتكتشف بالصدفة. الأبحاث اللي اتعملت خلال العشرين سنة فاتت لوقت السبب الرئيسي هو العلاج الجموعي والتطعيم الجموعي. علاج جموعي بسرنجات إزاز كانت بتستخدم لعدد كبير جدا من الناس في نفس الوقت، ما كانش حد عارف ان في فيروس اسمه فيروس سي، لانه بظهرش غير في 89 اكتشفنا الفيروس وعرفنا مكوناته. كما أعلنت اللجنة عن مشروع جديد تحت عنوان أطفال بدون فيروس سي. دلوقتي فيروس سي أطفال نسبتهم قليلة جدا، لكن ما لهمش حد يعالجهم. فاحنا اتفقنا في اللجنة القومية باشتراك مع حاجة اسمها الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد، بالاشتراك مع مؤسسة سويرس التنمية الاجتماعية، على دعم علاج أطفال في أمثال الجمهورية. أي طفل وفقا لضوابط علاجية محددة جدا عنده فيروس سي هيتقدم لست مراكز عملناها في أمثال الجمهورية، وهيتعالج بالمجان تماما من فيروس سي. كان انا ليا خبره في الموضوع ده وبعالج اطفال بقالي سنين طويله من فيروس سي، كلها من فلوس تبرعات، ما كانش في اي دعم لعلاج الاطفال بفيروس سي. الطفل مش هيبدا علاجه قبل عمل عينه كبديه للتاكد ان الطفل ده مؤهل فعلا لبدايه هذا العلاج، لانه له بعض الاعراض الجانبيه. اهلا بحضراتكم. مش عارف حقيقة اقول لكم انه نقبل الاعتذار ولا ما نقبلوش، نفهم الكلام على معناه صحيح دون انفعالات. القضية اللي اثرت الرأي العام خلال الاسبوع الماضي، وهي نائب اطلاق الرصاص زي ما اطلقت عليه الصحافة النائب الغصاص. نائب القصاص قال في احدى اللجان وشرائط التفريغ اللي جوه البرلمان اثبتت انه قال هذا الكلام، قال ان بيقول للشرطة لو المتظاهرين اللي في الشوارع خلال المسيرات او المظاهرات لو تهجموا عليكم اضربوهم بالرصاص. الدنيا ثارت والحزب استنكر جدا هذا الكلام، وقال هذا الكلام لا يصح لانه لا يتماشى مع الحريات والحقوق والدستور والقانون، ومجلس الشعب اتقلب ومنتخبي القصاص في دوائره ايضا استاءوا جدا من هذا الكلام، ويمكن طلعوا مظاهرات. النهاردة اعتذر النائب القصاص، قال بالحرف الواحد انا اعتذر عن الكلام الذي بدر مني في المجلس، وقال لا اعرف لماذا كل هذا الحنان من وزير الداخلية ضد الخارجين عن القانون. وقال كمان انه اقسم عند بداية الدورة البرلمانية وعند بداية عضويته البرلمانية أقسم على احترام الدستور والقانون، وبالتالي لا يصح أن يبدر منه ما يخالف هذا الدستور وهذا القانون. هو السؤال المهم، هل باعتذاره انتهى الموضوع؟ هو السؤال الأهم، هل كان في موضوع أساسا؟ لأن أنا هقول لحضراتكم دلوقتي يعني إشكالية كده قانونية هنطرحها مع ضيفنا اللي على الهاتف الأستاذ محمود نفادي الصحفي البرلماني المعروف.
اهلا بيك. أهلا بيك أستاذ محمود. أهلا بيك معنا أستاذ محمود. يعني يمكن دلوقتي تامر أثار نقطة، يعني هل الاعتذار هيبقى مقبول؟ يعني مجرد أنه واحد هيعتبروه أنه قال كلمة وبعد كده قدم اعتذاره، يعني هل الموضوع هيتقفل على كده؟ لا أعتقد هو الاعتذار ربما يكون محاولة لتخفيف العقوبة المنتظرة أو المتوقعة، لأن طبعا التفريغ بتاع الشريط اللي تم أظهر أن النائب حسن نشأة القصاص فعلا وردت على لسانه هذه الكلمات ومسجلة على شريط اللجنة، وأن هو دعا الشرطة إلى إطلاق النار على المتظاهرين. هو رجع فسر بعد كده، ده تفسير بقى تكميلي ما قالوش في اللجنة، قالوا في المجلس أن أنا أقضي الخارجين على القانون، لكن منطوق الكلمة التي وردت في الشريط وهو اطلع على الشريط، يعني اطلع على التفريغ بتاع الشريط بالكامل قبل ما يحضر اللجنة بكرة عشان يبقى جاهز بالدفاع بتاعه، لأن لابد هم يستمعوا إلى دفاعه اللجنة، وبعد ما هتستمع إليه هيخرج خارج الاجتماع ويتم بقى التداول والمناقشة في هذه القضية اللي بتعتبر الأولى من نوعها تحت القبة، وبالذات هيدور الحوار هل دوت يدخل في نطاق حرية الرأي للنائب فلا يجوز معاقبته، أم لا تدخل في نطاق حرية الرأي. هو ده اللجنة التشريعية اللي عليها أن تضع تقرير، لأن اللجنة التشريعية مش هتوقع عقوبة، اللجنة التشريعية هتوصي المجلس بحالته إلى لجنة القيم وهيئة المكتب، لأن ديت الجهات المختصة بإقرار العقوبات على النائب. طيب أستاذنا فادي، يعني زي ما حضرتك قلت من المتوقع أن يتم إحالته إلى لجنة القيم في البرلمان. مظبوط. طيب خليني أقف مع النقطة اللي حضرتك قلتها، وهي فكرة اللي عمله ده مش يدخل تحت حرية الرأي، وحرية الرأي مكفولة لكل نائب تحت قبة البرلمان، بس حرية الرأي مكفولة بما لا يمس ثوابت المجتمع، يعني ثوابت المجتمع النائب أقسم على رعاية مصالح الشعب. انت قلت القسم في جزئين وجزء ما تقالش، اللي هو اقسم بالله ان ارعى مصالح الشعب. تمام. رئيس الجمهورية بيقسم على هذا القسم، والوزراء تقسم على هذا القسم. مظبوط. رعاية مصالح الشعب تصدق احترام الدستور والقانون. طيب يعني هو مفيش مخالفة قانونية او سب او قذف قاله في البرلمان، تتاخد في اطار ان هو خالف القسم اللي اقسمه، لان رعاية مصالح الشعب لا تتطلب من النائب ان يدعو اي جهة ما الى اطلاق الرصاص على الشعب. مش بس رعاية مصالح الشعب، وانا احترم الدستور والقانون، والدستور يكفل حق الانسان في التظاهر وحرية التعبير، التظاهر السلمي وفقا لضوابط معينة، والشرطة كهيئة نظامية وهيئة اعتبارية. يعني اسمح لي في الحتة دي برضو في جزئين عاوز اوضحها برلمانيا وقانونيا. عندما أثير هذا الموضوع بعض الجهات بتاعت المجتمع المدني سارعت إلى اتهام النائب بالتحريض على قتل الشعب، وطبعا التحريض في القانون ما يكونش التحريض لهيئات اعتبارية، ركن التحريض معروف إن أنا بحرض شخص، ما ينفعش أحرض الحكومة ولا أحرض الشرطة كهيئة نظامية مدنية، وركن التحريض مش موجود، لكن هو خالف القسم الدستوري اللي أداه تحت القبة ودعا إلى إطلاق الرصاص على المواطنين وعلى الشعب في مظاهرة سلمية بالدليل. يعني معناه هو كنائب بيرفض حرية الرأي ويرفض سماع الرأي الآخر. بس خد بالك يا أستاذ محمود إن هو قال نصا برضو بخلاف إطلاق النار، قال لا أعرف لماذا كل هذا الحنان من وزير الداخلية، هو خطب شخصا بعينه الحنية. قال لا أعرف لماذا كل هذا الحنان من وزير الداخلية ضد الخارجين عن القانون. ما باعتبار وزير الداخلية هو الرئيس الأعلى أو وزير الداخلية هو الرئيس المسؤول عن هيئة الشرطة، طبعا هو رئيس الجمهورية بيرأس المجلس الأعلى للشرطة، طبعا رئيس الجمهورية بيرأس المجلس الأعلى للشرطة، بس هو حتى كلمة الحنان لو اكتفى بيها وسكت ما كانش بقت فيه أي وقع ولا أي مشكلة، إنما هو خرج من منطوق لسانه بالضبط. اضربوا الناس دول بالرصاص أو اطلقوا عليهم الرصاص. تمام. طيب حضرتك متوقع أستاذنا فادي إيه شكل العقوبة اللي ممكن يتلقاها؟ أنا متوقع من خلال المداولات والمشاورات اللي تمت خلال الأيام الفادية وبعد تفريغ الشريط أن هذه القضية لا تندرج في إطار حرية الرأي، ولكن بتعتبر مخالفة من النائب للقسم الدستوري الذي أداه، وايضا رفض لما اقر الدستور بشان حريه الراي للمواطنين في التعبير عن وجهات نظرهم. طيب بخبرتك هل اخلاله او حنثه بالقسم ده يفقد السمعه والاعتبار؟ دوت ممكن يفقد الثقه والاعتبار، واللجنه التشريعيه حتوصي
بإحالته إلى لجنة القيم. ودي درجة أخرى بقى لجنة القيم هتقرر بقى الجزاءات اللي موجودة. احنا عارفين الجزاءات بيبدأ من اللوم إلى الحرمان أكثر من جلسة إلى صحيح. الحرمان أكثر من 10 جلسات إلى نهاية الدورة. إذا وجدت لجنة القيم إن لابد ياخد عقوبة أكثر من كده وهي إسقاط العدوية، هيعود الأمر مرة أخرى لاجتماع مشترك بين اللجنة العامة واللجنة التشريعية طبقا لما تنص عليه اللائحة لتقرر إسقاط العدوية. فدوت اللي هيبان بكره من خلال تقرير لجنه الشرعيه، يعني المؤشر هيبان بكره هم هيتجهوا الى ان اتجاه، وان كان الاعتذار قد يخفف الوضع عليه لكن الامر مردوده الى في النهايه الى لجنه القيم والى المجلس ككل. صحيح، شكرا لحضرتك استاذ محمود. ويمكن كمان يتامر انه لجنه القيم في الحزب الوطني كانت مجتمعه كمان امبارح، واعتقد انه هيبقى فيه برضو قرار هيؤخذ من جانب الحزب الوطني. الدكتور مفيد شهاب الكادر الحزبي الكبير طبعا قال ان اذا ثبتت ادانته برلمانيا ستنتظره عقوبه قاسيه في الحزب. صحيح. عايزين نقول لحضراتكم ان الدكتور